ما يزيد علمينا. شلون من ايام زمان كنت صغير باوع تلفزيون ابيض واسود، كان اسم الميناء كان حلو على خاطر هادي احمد وعلى ودول من اخوه. رساله كلش مهمه انه الكل اخوان من البصره الى الاسد. انا خصوصا مو بس اللاعبين نادي ميناء سابقا، بس احب رياضه العراق كعامه. ميناء من يجي معسكر احنا نسوي شلون تشوبيه بالشمال، يعني جماعتي كله يحبوا الميناء.